معايا مداخلة الآن مع كابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم مشرف ومنور. الله يخليك يا امبي، نورك. وكل سنة وحضرتك طيب، رمضان على الأبواب أهو وأنت شغال قبل رمضان، والنهارده سمعنا كلام كتير أو شفنا كلام كتير جدا فيما يخص تأجيل كثير من المباريات أو تعديل في مباريات الدوري الممتاز. بس بداية يعني عشان الكلام ما يطولش، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. اتفضل. ليه بقى التعديلات الكتيره دي، وليه في مباراه واحده النهارده اكتشفنا ان هي موجوده في رمضان؟ يعني ليه جوله واحده بس، عفوا مش مباراه واحده، جوله واحده بس موجوده في رمضان؟ ما احنا عندنا اجنده اللي هي هتبدا بدري شويه. تمام. من 13 ناخد الاجنده الرسميه من 18 ل 26. تمام. طبعا في جوله 31 وبعد كده بعدها في جوله افريقيه للانديه بتاعتنا. ده السبب ان في لقاءات افريقيه، ف دي اللي واخده الوقت كله يعني. بس عاده لما كنا بنلعب يعني مثلا في فرق مصريه بتلعب في افريقيا، باقي الفرق بتلعب عادي. ما انت كل ما هتلعب عادي وتضغط، ايوه، فرق الماتشات هيبقى اكتر بين الفرق اللي بتلعب في افريقيا. فهمت. يعني مثلا يعني الاهلي وبيراميدز بيلعبوا في افريقيا، فيوتشر بيلعب في افريقيا، والزمالك بيلعب والزمالك بيلعب، فانت انت لو ضغطت الفرق اللي ما بتلعبش هيبقى الفروق بين عدد المباريات هيبقى كبير جدا بين الفرق اللي مش مشتركه في افريقيا وبين الفرق الاربعه. مفهوم مفهوم. طيب كابتن عامر، انا سؤالي دلوقتي وهيفضل سؤال بيتكرر عليك كل شويه، معلش يعني، هل الدوري هيخلص في ميعاده ولا مش هيخلص في ميعاده؟ يعني يمكن انا منزل لغايه الجوله 30 بكل المؤجلات اللي فاتت من يوم 12. تمام. 12/7. تمام. انما باقي يبقى فاضل اربع جولات. اربع جولات دايما بنسيبهم في الاخر عشان يبقى الانديه المنافسه سواء فوق على المربع او الانديه المهدده بالهبوط يلعبوا في وقت واحد، لان في ملاعب مشتركه للانديه ديت، فبنشوف الاهم في الاهم لما بنيجي نحط المباريات. في عندنا اربع انديه بيلعبوا في استاد القاهره. وعندنا اثنين في استاد اسكندريه واثنين في برج العرب. فبالتالي لازم اخر مباريات ديت تشوف اهميه المباريات ايه ومن الانديه المتنافسه عشان طيب تلعبهم في نفس التوقيت. طيب كابتن عامر، من ناحيه ثانيه، بما انك انت ذكرت موضوع الملاعب ودي نقطه مهمه جدا، كنت بتكلم من كام يوم هنا فيما يخص مباراه الزمالك والاسماعيلي الاخيره، وطبعا سمعت كل الناس وهيتحدث عن ملعب المباراه وحاله ملعب المباراه في الكاف وفي الفيفا، وبيدوا اشتراطات معينه للملاعب اللي تلعب عليها البطولات. هل انتم ممكن تتدخلوا في هذه الامور؟ يعني تقول مثلا للاسماعيلي، للمصري، للاهلي، للزمالك، لاي نادي، تقول والله الملعب بتاعك ده لا يصلح لاقامه مباريات في الدوري، عدله وهتلعب في ملعب اخر، بما ان كل نادي حسب معلوماتي بيبعت ملعبين او ثلاثه، قول له هتلعب في الملعب الثاني الحين تعديل هذا الملعب، ولا مالكش سلطه انك تعمل لك لجنه مسابقات او اتحاد كوره؟ لا، اشتراطات الفيفا والاتحاد الافريقي لما يجي يشوف الملاعب ويدوا تراخيص للملاعب اللي تلعب عليها البطولات بتاعتهم ما لهمش علاقه بالنجيله. ما لهمش علاقه بالنجيله، لان هم ممكن يشوفوا اول الموسم مثلا تبقى النجيله كويس، ممكن بعد كده البطوله بتاعتهم بتقعد خمس ست شهور. فمش هيجي يشوف النجيله، هو بيشوف غرف الملابس، بيشوف التأمين، المدرجات، ودخول الجماهير، هل الدخول في أماكن آمنة؟ أهم حاجة عندهم يعني يبقى الأمانة، الأمان للجمهور. طيب. الدخول والطلوع والفرق وغرف الملابس ومكان المؤتمر الصحفي، كل الحاجات ديت. طيب. المقصورة. هقولها لك بشكل تاني يا كابتن عامر. الملاعب دي واحنا بنحاول نماركت بشكل كويس للدوري بتاعنا والشكل بتاعنا وكواليتي اللاعبين واداء اللاعبين وحالتهم ومنتخب مصر وكل التفاصيل دي، هل احنا كاتحاد كوره ملوش اي تدخل في هذه الامور؟ يعني يسيب الماتشات تتلعب على ملاعب ممكن ما تكونش جيده زي دي؟ مش بس، مش بتكلم على ملعب الاسماعيلي بس، كثير من الملاعب، مش ملعب الاسماعيلي فقط. انا اقول لحضرتك حاجه، ناخد لو اخذنا ملعب اللي بيتلعب عليه استاد القاهره مثلا، اربع انديه بيلعبوا فيه. تمام. والمنتخب بيلعب مبارياته هناك. تمام. كويس. المسؤول عن استاد القاهره ودي هيئه خاصه وتابعه للشباب والرياضه. انا ما اقدرش اتحاد كوره لما يعمل مباريات هناك او ياجر الاستاد بتاعه ان انا اقول له تعالى خد رايي الاول.
انت مالكش سيطره عليه. استاد اسكندريه دي تبع محافظه اسكندريه، الملعب استاد اسكندريه. برج العرب تبع الامانه العامه. المقاولين العرب نادي المقاولين، نادي المقاولين من ضمن موارده اكيد ايجار الملعب عشان يجيب موارد. ولو ما اجرش الملعب ما تقدرش تمنع الفرقه بتاعته من التدريب على الملعب. هو غالبا موضوع نادي الاسماعيلي ان الفرقه بتتمرن عليه. لان دايما خاصه في شهر يناير وفبراير بيبقى المشكله في الشهرين دولت في الملاعب كلها. عشان الجو الساقع ولو في امطار في بعض المحافظات. فبتاثر في ملعب جامد. انما في بدايه الموسم تجيب لقصات كده في بدايه الموسم بالمباريات هتلاقي الملاعب كلها على اعلى مستوى، كل الملاعب. بس احنا في يناير وفبراير يناير وفبراير مع الجو الساقع مع الامطار العشب بيبقى ضعيف جدا، الجذور بتبقى ضعيفه جدا فبتتشال مع المباريات وما بيطلعش غيرها. نوع النجيله دلوقتي حاليا اللي هو التركيب ده البلاطات ما بيطلعش مكانه غير النجيله بتاع زمان البلدي اللي كانت تدي ميه تطلع نجيله. يا كابتن عامر، انا عاجبني قوي قوي التفاصيل اللي حضرتك بتتكلم بيها دي، بس برضو يعني ما هي ملاعب العالم كلها عندهم درجات حراره وشتاء ومطر وتلج. لا لا لا، الموضوع مختلف خالص. مختلف. اول حاجه ما تلاقيش حد بيتمرن على ملعب المباراه. تمام. نمره اثنين ما بتلاقيش ناديين بيلعبوا في ملعب واحد. كل نادي مثلا في انجلترا كل نادي عنده ملعبه وعنده ملاعب التدريب بتاعه. مفهوم. استحاله هتلاقي حد ناديين بيلعبوا في ملعب واحد. ولو لقيت مستحيل تلاقي حد بيتدرب في الملعب. انما نادي المقاولين ده ملعبه اللي بيتدرب فيه، نادي الاسماعيلي ده ملعبه اللي بيتدرب فيه. ففي اللي هم جهاز الرياضه هتلاقي طلع الجيش بيتمرن في ملعب بتاع جهاز الرياضه. استاد القاهره اربع انديه بيلعبوا فيه بالاضافه الى المنتخب الوطني. استاد اسكندريه بيلعب اتحاد وسموحه. وممكن كل واحد فيهم ممكن ياخد تمرينه. والجو ساعة في اسكندريه وفي امطار. طيب. برج العرب كان المصري وفاركو، والمصري بيلعب كل ثلاث ايام وكل ماتشاته في اسكندريه. فبالتالي انا عارف ان هي النجيله اقصى حاجه اربع ساعات في الاسبوع. مفهوم. مفهوم. عشان كده لو في حاله التدريب تلاقي الحته المنداه المرمى امام المرمى فيها دايما فيها مشكله عشان تدريب الحراس عليها. فدلوقتي لو تاخد بالك حضرتك كده في حتى المباريات بره بتلاقي عارضه في قائم على الجنب عارضه عشان الحراس يسخنوا فيها، مش العارضه بتاعت المرمى بتاعت الملعب. بيحطوا مرمى على جنب كده متحرك عشان الحته اللي قدام الجون هي اكتر واحده عشان من رجل حراس المرمى هي بتهلك يعني. طيب، هل من جانب اخر يا كابتن عامر، هل الكابتن حسام حسن مدير فني للمنتخب اعترض على اي شيء في تعديلات الجدول الجديد للدوري؟ لا، الجدول اتحط بناء على الاجتماع اللي كان بين الرابطه وبين الكابتن حسام والجهاز. والنائب احمد بلغني بالاتفاق عليه ونزلت الجدول بناء على تم الاتفاق ده. يوم 15 مارس مباراه الاهلي وانبي كان فيها اي مشاكل؟ هم بلغوني ان هم موافقين عليها. النائب احمد قال مبلغين ان هم موافقين عليها. موافقين عليها مش معترضين. ده الكلام اللي جالي، انا هحط الجدول بناء على كده يعني. هل وصل لك اي اعتراض منهم جديد؟ يعني هل بعد الكلام ده بعد ما حصل التعديل هل قالوا لك محتاجين ناجلها؟ لا، حتى الان لا. حتى الان لا. لو طلبوا منك كابتن حسام تحديدا والجهاز اكيد هي الرابطه مش ما بتتاخرش وبالتالي بيبلغوني. طيب، هل الكابتن حسام والكابتن ابراهيم كان لهم اي طلبات خاصه فيما يخص الدوري الموسم الجديد؟ سمعنا فكره انه ننقص الانديه شويه، نلعب ب 16 نادي ما نلعبش ب 18. هل الاقتراحات دي كلها احنا بقالنا دلوقتي ثلاث سنين بنقولها يعني. وعرضناها على الانديه والرابطه والنائب قعد مع الانديه كلها والانديه كلها اعترضت على تغيير شكل المسابقه. ليه يا كابتن؟ سواء من الناحيه التسويقيه او من الناحيه الفنيه، واغلبها الناحيه التسويقيه لان الانديه ليها 17 مباراه بتبيعهم. فبالتالي انت لما لو عملت مجموعتين المباريات هتقل. هيبقوا 9 و9 يبقى عندك 8 مباريات بس من 17 في ملعبك. ولو عملت دوري من دور واحد زي اللي احنا عاملينه دلوقتي في دوري القسم الثاني الف. وده بيبقى افضل شويه من المجموعتين لان الشركه الراعيه بتضمن ان الفرق الكبيره هتلعب بعض مرتين زي الدوري العادي بتاعنا. انما انت بتلعب 19 مباراه في الاول وبعد كده بتاخد الثمانيه اللي فوق بتلعب 7 مباريات. هيبقى فيهم
مباريات في ملعبك ومباريات بره. فده بيوفر طبعا عدد كبير من المباريات. ما هو كابتن عامر لو تسمح لي، طبيعي كل نادي يفكر في مصلحته، بس اتحاد كوره او لجنه المسابقات او رابطه بتفكر في مصلحه الكره المصريه بشكل عام. فلما هنصطدم في الصدام دوت، مين اللي المفروض يفصل فيه؟ بما اننا تقريبا كلنا معظمنا، وانا متاكد ان انت من الناس اللي متاكده من ده وبتقترح ده، انه لما الدوري عدد الانديه تقل اكيد ده مفيد للمسابقه ومفيد لمنتخب مصر. اكيد بالنسبه لي انا طبعا اكتر واحد هستفيد. صح كده؟ طبعا اكيد طبعا. انما من ناحيه ثانيه الرابطه جايه المحافظه على حقوق الانديه. ولو حضرتك شفت الاتحاد الدولي بيزود عدد المسابقات والمباريات والانديه في المسابقات بتاعته والمنتخبات عشان الناحيه الماليه فقط. الاتحاد الافريقي عمل بطوله الدوري الافريقي الجديده ديت، وطبعا هي دي اللي هتلعب لنا تلاقينا مشكله السنه دي. لان النادي الاهلي واخد 25 يوم في الدوري الافريقي. طلع منها على كاس العالم الانديه 15 يوم، 40 يوم. طلع منها على السوبر المحلي بعد ما بقى اربع انديه على الامارات. طلعنا منها كان في مباراه يوم اثنين، وفيتوريا قال مش عايزين نلعب المباراه بتاعت يوم الاثنين عشان الاعداد لامم افريقيا. فاتخذ 45 يوم لامم افريقيا. طلع الاهلي من امم افريقيا. بقول لحضرتك كل ده كان كل ده ورا بعض. صح. خرج الاهلي من امم افريقيا. كان في مباراه الاهلي والزمالك يوم 15. جاء الاتحاد الافريقي كان باعت الجدول ان مباراه الاهلي في الجزائر لو الاهلي خرج خسر من اتحاد جده هيلعبها في ميعادها في شهر 12. لو كسب يبقى هيكمل كاس العالم للانديه للاخر، فحطها احد ايام 16 او 17. فدخلت على مباراه الاهلي والزمالك، هتلغت مباراه الاهلي والزمالك. ده شهر فبراير. تيجي في شهر 3 هتلاقي الاجنده من 18 ل 26 اجنده المنتخب. الكابتن حسام طلب قبلها اسبوع. عندنا في شهر 6 عندنا برضو اجنده من 3 ل 11. الكابتن حسام طلب برضو قبلها اسبوع. يعني نوقف من بعد يوم 27. يعني كل دي ارتباطات لو جمعتها تلاقي المنتخب السنه دي واخد 90 يوم. النادي الاهلي واخد 40 يوم. بالاضافه للاربع انديه بتوع افريقيا عندنا. المفروض كنا عاملين حسابنا لو وصلوا كلهم للنهائي يبقى 14 مباراه. 14 مباراه لو اديت لكل مباراه اربع ايام يبقى هتلاقي المجموعه عندك عدد كبير جدا من الايام من خمس لست شهور رايحين منك في الموسم ده. صحيح. وهو للاسف الاتحاد الافريقي لما جه بعد ما الاتحاد الاوروبي رفض ان يعمل البطوله دي عنده والاتحاد الافريقي عملها، عملها في الموسم اللي فيه امم افريقيا. يعني كان الافضل ان تتعامل في موسم ما فيهوش امم افريقيا، لان امم افريقيا 45 يوم. فبالتالي لما تاخد كمان 25 يوم في بطوله جديده. يعني عدد كبير. صح. على كم اجنده اللي هي موجوده ترشيحات كاس عالم. يعني كتير جدا يعني. طبعا. يعني طيب كابتن عامر. كتير جدا. كابتن اتفضل. برضه هنقول طب عشان في ناس بتقول طب بره بيعملوا ايه؟ طبعا مش هنتكلم على اوروبا، اوروبا الوضع مختلف. امم اوروبا كل اربع سنين تقريبا وفي الصيف ما بتعطلش المسابقه. دول قريبه من بعض بيروحوا ساعتين ويرجع. احنا شفنا امبارح الاهلي والمعاناه وكل الاعلام طبعا قاعد متابع، طلعوا من الساعه 11 الصبح وصلوا بالليل. صح. ومن بالليل راحوا الصبح لبلد ثانيه بطياره برضه. يعني الامور صعبه. ولو رحت لجنوب افريقيا هتبقى نفس المشاكل، رحت المزيبي هتبقى نفس المشاكل. صحيح. امور مختلفه تماما. صحيح. الامم الاوروبيه زي ما قلت لحضرتك بعد الموسم ينتهي مش وسط الموسم. صحيح. وبعدين انا حاسس ان احنا بنلعب امم افريقيا دي كل سنه. ايوه صح. هو حرفيا يا كابتن عامر السنه الجايه البطوله الثانيه، يعني هو حرفيا بدون مبالغه يعني. ودلوقتي محدش يعرف هتلعب في يناير ولا هتلعب في شهر 6. صحيح. لا يعني مصر الوحيده اللي عملتها في شهر 6. صحيح. بعد البطوله وبعد كده رجعت ثاني في يناير. فمحدش يقارننا بالامور بره خالص يعني. مظبوط. هنيجي بقى للمغرب. المغرب اول حاجه 16 نادي نمره 2. المنتخب الاول عندهم كلهم محترفين في الخارج. ما حدش بيلعب في المغرب. المنتخب اللي هم كلهم في الخارج، ما حدش بيلعب في المغرب. صح. ما بيوقفوش الدوري وقت الاجندات الرسميه وبيكملين الدوري عادي. صح. فما تاثرش معاهم. تونس ثلاث مواسم دلوقتي عاملين الدوري مجموعتين. فاحنا عايزين نلعب زي اوروبا في كل الظروف الصعبه ديت.
رغم كل احنا بنقارن نفسنا بحاجه اصلا الظروف كلها مختلفه. صح. طب كابتن عامر عايز اسالك على حاجه، احنا المفروض نبعت الانديه اللي هتشارك في بطولات افريقيا الموسم الجديد امتى؟ لسه الاتحاد الافريقي ما بعتش الميعاد. ما بعتش الميعاد. لو بعت الميعاد في وسط الموسم او ما كناش خلصنا الموسم هيبقى الموقف ايه؟ اللائحه بتقول ايه؟ بنتائج الدور الاول. نتائج الدور الاول. الدور الاول خلص زي الموسم اللي فات. زي الموسم اللي قبليه. بس ساعتها هيبقى الاهلي لازم يخلص مبارياته بتاعت الدور الاول. ايوه عشان لازم الدور الاول يبقى كامل. لازم الدور الاول يبقى كامل. كابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه جدا بكل هذه المعلومات.